أرحب بحضراتكم أجمل واطيب ترحيب مع انطلاقة الشوط الحادي عشر الذي يحمل في طيات الجعدان ثنايا محليات أصائل من مسافة 8 كيلومترات، حاملة لهذا التحدي، حاملة لهذا التنافس من الأسماء المنطلقة الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الناموس والانتصار. نتمنى لهم التوفيق، وأمنياتنا دائما وأبدا ترافق الجميع. هنا شعارات أصحاب السمو الشيوخ من تنطلق معنا في هذه الفترة المسائية. البداية مع المركز الأول مع مقدمة الشوط مع الضيف هنا مشكور، يتقدم الآن مع المركز الأول لسعادة الشيخ علي بن عبد الله آل عبد الرحمن آل ثاني. يتواجد المضمر سعيد بن طفلة المري في عملية التضمير، والمتابع من يتقدم الآن مع المركز الأول. بينما المركز الثاني وصل الناوي من هجن الرياسة وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، يتقدم مع ثاني التحديات. بينما المركز الثالث يتواجد صوغان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير، والمتابع من يتواجد الآن على مستوى المركز الثالث. بينما المركز الرابع وصل وداع من هجن الرياسة، وأرحب بهذا المضمر أحمد بن مطر بن ماجد الأخيلي، وصل الفيلسوف ليتقدم الآن وينطلق مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس شاهين القادم مع خامس التحديات لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم بن سهيل العامري، يتواجد الآن على مستوى المركز الخامس. المركز السادس يتقدم سراب لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن ضعيف بن حمد بن غطير، يتواجد في عملية التضمير والمتابعة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للمراكز المتقدمة التي تأتي معنا على مسار وتحدي هذا الشوط. نعود مع البداية مع المقدمة. نعود مشاهدينا متابعينا الاعزاء الى مقدمه الشوط، وهنا مشكور المسيطر على متريات وتحديات هذا الشوط منذ البدايه وحتى هذه اللحظات. يتقدم الضيف هنا سعاده الشيخ علي بن عبد الله ال عبد الرحمن ال ثاني، هنا القادم من دوله قطر والقادم من ميدان الشحن. يتواجد المضمر سعيد بن طفله المري من يتقدم الان، وهنا يتواجد على صداره هذا الشوط باحث عن ذلك الناموس المميز مع المركز الأول. بينما المركز الثاني نتابع ثاني التحديات، شعار هجن الرئاسة، هجن الرئاسة القادم مع المركز الثاني. وصل الناوي لهجن الرئاسة مع المضمر سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي في عملية التضمير، والمتابع المركز الثالث. يتقدم صوغان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، والمضمر هنا يتواجد الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة. بينما المركز الرابع أرحب بهذا الشعر الكبير، وأرحب بالفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الأخيلي، يتقدم الآن وداع على مستوى المركز الرابع من هجن الرئاسة والفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الأخيلي. مرحبا بهذا المضمر وبهذا الشعار العملاق من يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس سراب لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن طعيف بن خدير، يتواجد الآن في عملية التضمير والمتابعة من ينطلق على مستوى المركز الخامس. بينما المركز السادس مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء يتواجد شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير والمتابعة. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر سيدة القنوات الرياضية قناة أبو ظبي التي تتابع هذه التحديات وهذه الانطلاقات هنا في عاصمة الميادين الوثبة. من ترحب بهذا التحدي وهذه الشعارات العملاقة، شعارات أصحاب السمو الشيوخ هنا التي تتواجد معنا في هذا التحدي والانطلاق. نعود مع المركز الأول، نعود مع مقدمة الشوط، مشكور على المركز الأول، مشكور على مقدمة الشوط.
يتواجد هذا الشعار المميز هنا بهذه النجوم. يتقدم المركز الأول بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل عبد الرحمن آل ثاني، والمضمر سعيد بن طفلة المري، لكن شعار هجن الرئاسة وصل وانطلق مع المركز الأول، انطلق مع صدارة الشوط الناوي ناويلة علانية من خلال هذا الانطلاق. يتواجد سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، يا سلام يا سلام، يتقدم الآن مع المركز الأول، ينطلق شعار هجن الرئاسة، هذا الشعار المميز هنا، بينما المركز الثاني وصلت الأسماء وبدأت التغيرات على مقدمة الشوط. انطلق صوغان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة، يبحث عن النقطة الثانية في هذه الفترة المسائية، بينما المركز الثالث وصل سراب، تسرب سراب إلى ثالث التحديات لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن ضعيف بن غدير، يتقدم الآن على ثالث التحديات. المركز الرابع يتأخر مشكور على مستوى المركز الرابع لسعادة الشيخ علي بن عبد الله آل عبد الرحمن آل ثاني سعيد بن طفلة المري في عملية التضمير والمتابعة، يتواجد الآن على المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتقدم وداع من هجن الرئاسة أحمد بن مطر بن ماجد الأخيلي في عملية التضمير والمتابعة، من يتواجد مع المركز الخامس. وسادسا هنالك شاهين يتواجد على مستوى المركز السادس لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير والمتابعة، جسر العبور وأول العابرين، الناوي مع المركز الأول، ناوي مع مقدمة الشوط، يرتدي هذا الشعار العملاق شعار هجن الرئاسة مع المركز الأول، هجن الرئاسة مع مقدمة الشوط، ويتواجد المضمر سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي في عملية التضمير والمتابعة، من يقدم لنا الناوي على مستوى المركز الأول بهذا الشعار العملاق شعار هجن الرئاسة والذكريات الجميلة مع بن دري الفلاحي، يتقدم الآن مع المركز الأول. المركز الثاني وصل هنا وانطلق مع المركز الثاني صوغان يتقدم لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة، المركز الثالث وصل وداع من هجن الرئاسة والفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الأخيلي، يتقدم الآن مع المركز الثالث. المركز الرابع مشكور، وصل مشكور لسعادة الشيخ علي بن عبد الله الثاني سعيد بن طفلة المري في عملية التضمير والمتابعة، بينما المركز الخامس يتقدم سراب لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن طعيف بن حمد بن غدير، يتقدم الآن مع المركز الخامس. وسادسا هنا شاهين يصل لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسم سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التضمير والمتابعة، وأيضا هنا وصول شعار هجن الرئاسة، وصل شاهين وأول نداء لشاهين من هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي، من يقدم شاهين أول نداء لشاهين هنا ينطلق من هجن الرئاسة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول، نعود إلى المركز الأول، هنالك الناوي على صدارة هذا الشوط من هجن الرئاسة وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي في عملية التضمير والمتابعة، من يتقدم الآن مع المركز الأول، ينطلق بناموس هذا الشوط، بينما المركز الثاني أيضا شعار هجن الرئاسة القادم وداع مع الفيلسوف الكبير أحمد بن مطر بن ماجد الأخيلي، يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث صوغان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة، ولكن الناوي مع الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو التحديات، كيلو الناموس، والناموس هنا لا زال مع الرئاسة والناوي من هجن الرئاسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، يتقدم مع المركز الأول.
بينما المركز الثاني صغان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين قادم مع المركز الثاني يبحث عن الناموس المميز، لكن الناوي على صدارة هذا الشوط، الناوي على المركز الأول، الناوي من هجن الرئاسة سهيلة بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم الناوي. لم تصدر أي أوامر أو شبه أوامر تذكر على الناوي، ما شاء الله تبارك الله، بدأت أوامر طفيفة هنا تصدر على الناوي من هجن الرئاسة سهيلة بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم الناوي، من يساير ومن يقدم لنا الناوي على المركز الأول. المركز الثاني صوغان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة، لكن الناموس يبقى مع الرئاسة والرئاسة مع الناموس. تهانينا من هذه اللحظات لهجن الرئاسة الناوي هنا من ينتزع هذا الناموس المميز سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من يهدي هذا الناموس لهجن الرئاسة ولمتابعي هجن الرئاسة. تهانينا والناموس لحظات وصول الناوي الى خط النهايه من هجن الرئاسه والمضمر سهيل بن احمد بن دري الفلاحي. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل صوغان لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الامين، بينما المركز الثالث هنا بانتظار وصول ثالث المراكز. يصل وداع من هجن الرئاسة مع المضمر أحمد بن مطر بن ماجد الأخيلي من وصل مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصل مشكور لسعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني سعيد بن طفلة المري من وصل مع المركز الرابع. وخامسا يصل هنا سراب لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن طعيف بن حمد بن غدير. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مشتريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. الناوي من أثبت بأنه بطلا لهذا الشوط مع المضمر سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. توقيت 13 دقيقة و15 ثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصل صوغان مع ثاني المراكز لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين 13 دقيقة 24 ثانية أربعة أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث وداع وصل مع المركز الثالث من هجن الرئاسة مع الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الأخيلي. لحظات الإعادة ولحظات التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية قاطع مسافة 8 كيلومترات في 13 دقيقة. و42 ثانية و9 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.